عادوا هذه كلهم. كيف مثبت؟ ايش سويت؟ انت جبت الذيب الرابع هنا. فكني فك انها لا فكني. الساعه 3 غرفه تنظيف الملابس. ابى انظف. انجع السلامه بابلو. اختبر. انتبه بسرعة. الحمد لله كل شيء نجعل لهم كل الحمد. اللهم لك الحمد. الحين نقدر نقول الحمد لله على سلامتك في الجال. الله يسلمك. يا بعد قبل خيرا. هلا يا هلا يا هلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الرحمن. اليوم رجعنا لكم في مقطع جديد نار طازج. رجعنا لكم بسلسلتكم المفضلة جراند. أنا آسف أني تقريبا لي شهر ما نزلت جراند، لكن لظروف صحية وظروف العيال اللي معنا ما قدرنا نصور جراند. الله يعطيكم ألف 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 عافية على الدعم الخرافي يا عيال. ما بقى لنا شيء على 2 مليون. أنا أعرف أنكم أنتم يا ذيابة جراند أنكم بتوصلون ل 2 مليون إن شاء الله بعد هذا المقطع. باقي لنا تقريبا 20 ألف مشترك يا عيال. أبغى منكم طلب زين. أنا طالبكم، أنا أخيكم، أبغى بعد هذا المقطع نوصل إن شاء الله 2 مليون مشترك في القناة عشان نحتفل مع بعض. وفوق هذا نبغى 150 ألف لايك للرجعة جراند. 150 ألف لايك أنا متأكد أنكم بتجيبونها بسهولة. الزبدة، أتمنى يعجبكم مقطع اليوم. لا تنسون اللايك ولا تنسون أنكم تشتركون، وبرضو في الوصف راح يكون فيه قناة مين؟ قناة الفريق اللي أنا توني داخل اللي هو سدور. أوكي، أنا دخلت فريق سدور، وأتمنى أنكم تروحون الرابط تحت تشتركون في قناتهم. الله يعطيكم ألف ألف عافية. لا تنسون اللايك، لا تنسون الاشتراك، وإذا أنت جديد على القناة لا تنسى تشترك. وكود FRL ها 3 حروف عاد ما يحتاج أقول لكم. الله يعطيكم ألف ألف عافية. والله عظيم منكم رجال، قسما بالله عظيم منكم رجال علي بالحرام. طبعا لا تنسى عندي خبر لكم حلو، بيكون في بث مباشر اليوم الساعة 12:30 على قناتي في تويتش. بنبث جراند الحياة الواقعية. أبغاكم تجون وتستمتعون مع بعض ونطقطق ونسولف وكل شيء. زبدة، بث الساعة 12:30 الفجر. أوكي، الساعة 12:30 أبغاك في البث عندي، بنبث جراند الحياة الواقعية. أوكي، لا تنسى رابط البث تحت في الوصف، تحت في الوصف. استمتعوا بالمقطع. يلا مع السلامة. خيرا عيال، الحمد لله السلامة فنجال. الله مك الحمد. الله يسلمك. والله منور ألف يا قلبي. أخي السؤال اللي بطرحه الحين أنا، أنتم شلون جيتوا؟ شلون لقيتوني؟ والله عانينا، اقسم بالله عانينا. الحمد لله كانت خطه متكامله من الشباب وكل واحد كان له دوره بالضبط. وش كان دوركم؟ طبعا كان دوري طال عمرك ماسك القوه العسكريه بالخطه، واتفقت مع الشباب اللي هم شباب مدرعه، وبرضه اخذت سيارتين سوات كنا منتظرين بجنب السجن يعني لاي طارئ يصير مثل خطه هروبك. ترى خطه هروبك لحالك هذه كانت تهور منك. بعد يجي دور مستردام الله يعطيه العافية. أسلموا مستردام. والله يا فنجال أنا رحت طبعاً تعرف زورت بطاقة أني أكون محامي. إيه؟ في النقابة. إيه؟ وبعد ما زورت قدرت أدخل عندك في الشرطة أنك محامي لك، وعطيتك أنا أشياء الغاز بس أنت ما فهمتها يمكن، بس فهمتها في المحكمة. هذا اللي عجبني فيك. انا فهمتها متى؟ يوم قاعد يسالني بابلو بالمقابله، سويت نفسي غبي. وانت يا بابلو؟ والله انا عن نفسي سويت شيئين. اول شيء رحت الصحافه وزاره الاعلام وقدمت انا اكون انا معك بالهذا، والحقيقه انهم رفضوني في البدايه، لكن ارشيت لرئيس الاعلام وخلاني انا اكون مسؤول عندك اسوي معك مقابله الحمد لله. ثاني شيء موضوع رحت الميناء عند بلاك ماركت وشريت من عندهم 4 غواصات ونزلتها وجربتها، وهذه وعبيتها أكل وعبيتها ملابس أشياء متكي فيها أسبوع تحت البحر. الله العظيم يا عيال إن ثقتي فيكم عالية جدا، قسم بالله العظيم إنكم رجال ينشد فيكم الظهر. والله العظيم كلكم ذيابة ذيب من رباك. والله يا فنجال والله العظيم إنكم رجال. والله العظيم إنك رجال يا العنزي ويا مستردام ويا بابل. والله إنكم رجال. والله يا فنجال أهم شيء رجعت لنا سالم غانم. بس والله طولت علينا أخو. والله العظيم إن اللي طلع لي هذه مصيبة إني ما أدري منين طلعت لي، قسم لأني ما حسبت حسابها. ما عليه الحمد لله على السلامة أخوك. الله يسلمك. والله الحمد لله شفناك. طيب يا أخي الحين أنا يمكننا في الماضي أنا دخلت البوابة قبلكم،
دخلت الكهف قبلكم، كيف انتم جيتوا قبلي؟ اوه هذه سالفة، هذه ترى احنا جينا متشتتين على اكثر، ما جينا مع بعض ترى. اسلم من اللي جاء اول يا عيال؟ ابراهيم انت امستردام، انت جيت اول. اللي جيت انا اول، ولما جمعتكم وكنا ما نعرف مكان اختفاءه وينه وننتظره، تقريبا سنتين او سنه ونص ننتظرك يا عيال. مو معقول انا على طول طلعت للحكومه كلها برا. والله يا فنجاكم معك صريح، احنا اول ما نزلنا وجمعنا قعدنا حول الست شهور ندورك الى ما استسلمنا، ما بقينا شبر بالدوله كلها ذي لما دورناك فيها، الى ما استسلمنا وخلاص كلمنا بعض قلنا اول ما يظهر فنجال بنتجمع مره ثانيه، ومن بعد افترقنا احنا الثلاثه. يا الله وتجمعنا على رجعتك. والله العظيم يعني انا صراحه ترى يعني زي اللي تقول يوم وصلت وشفت الحكومه كلها برا وعرفت من انا خلاص فقدت الامل جد والله، بس الحمد لله ياب. الحمد لله يا رب. لو شفت التخطيط اللي صار، تخطيط كبير والله، تخطيط ايام يعني، صار تخطيط كبير عشان والله الحمد لله كان الغواصات الحمد لله اني انا الحين خلاص بينكم الحمد لله. اي الحمد لله. طيب وين الوجهه الحين؟ الوجهه الان نمشي على نفس الخطه، خطوه شو تقول يا اخوان؟ بابلو ضبط لنا السيارات ولا ما ضبط لنا السيارات بابلو؟ موجود في موجود مضبط موجود كل يلا شيء. يلا يلا الكشر الكشر قاعد عندك بالغواص يا فنجال حقنا. اسلم يلا تبوا لحق على الغواص يا سيدنا الرادار ولا شيء يا اخوان؟ لا انا ما طلعت برا، انا بس طلعت شوي شفتها ورجعت. ما عليه خلوا الضغط، ننزل تحت الضغط يخفي يبعدنا عن الرادار. يا ريت والله الغواصات دي مره حلوه يا بابلو، غاليه والله، غاليات والله غاليات، وفي ديون بعد، بس ان شاء الله نشوف الموضوع بعدين. تمام ان شاء الله ان شاء الله، سهلات باذن الله سهلات، كل شيء يرخص لعيونك يا فنجال. اي بالله سلم لي والله يا العنزي، والله ما قصر بابلو. ترى اتوقع قربنا يا عيال على الموقع اللوكيشن اللي موجود عندي انا في الغواصه. انا سلكت فيها اي قدام ما بقى شيء. اتجه شوي يمين يمين ترى يمين. ها خلاص كل شيء جاهز هناك، كل شيء جاهز، مزبن السيارات كل شيء بانتظاركم. بس بابلو تكفى، ترى اي خطا بنروح فيها. عفو عليك بس. اوكي تمام شوف الموقع يمين يا عيال، الموقع يمين شوي عند اليخت، تلف يمين. معي انتم؟ اي والله معي. معك يا الاسطول البحري. الوضع شوف الاخت اليميني، شوف الاخت اليميني، شوف شوف يا عيال انا قاعد اشوف انوار. انوار وشو؟ قربنا من الشاطئ احنا؟ انوار الشاطئ نفسه يا بابلو، قاعد اشوف انوار على الشاطئ انا. لا نطلع واحد يطلع شيك. انا بطلع شيك اطلع شيك اقرب عيوني انا مو مره يا ولد، اقسم بالله العظيم. لحظه بطلع وقف لا تحركون. اوكي يورد في انوار ما اشوف زين، احد معه منظار ولا سنايبر ولا شيء؟ شوف ورا عندك بنفس الغواص، شوف ورا في اسلحه. لحظه عندك لوحه اسلحه. لحظه ورا في الخزنه ورا. اي بخزنه الغواصه ورا بسرعه. خدتها نروح اليخت. لا اصبر، خليني بتأكد وش ده اصبر. الله يستر، خلوه يتأكد لنا يا اخوان. يب قرب شوي بس وتأكد. يا ولد وش ذا؟ وش تشوف؟ عساكر وشرطة وسعاف. ها؟ مو معقول والله، في فرقة غوص يا عيال، في فرقة غوص. متجه عندنا بجهتنا، توه طالع من البحر قاعد يكلمهم. هذول مالحين مسوين فوكس علينا، هذول الحين مركزين علينا. يا وش يسوون؟ طفن ورا الغوصة. قاعدين في ناس يمشون على حواف الشاطئ ببجلي ولمبات. لا اله الا الله، والله يعني متأكد، قسم بالله متأكد، مكلم بلاك ماركت بعد انهم يأمنون الموقع لين نخرج، قسم بالله. بابلو متأكد اذا رحنا هناك السيارات بنلقاها؟ السيارات هناك متأكد مرة.
والله الوضع ترى خطر، لازم نغامر يا عمي. في فرقة خوص يا عيال قاعدين يمشون، يعني في ناس جنبنا. فنجال يا نزي بابلو، ها خذوا قرار يلا. انا اقول ننسع، ما نخاطر يا حبيبي، احنا ما خاطر كذا كل شيء عشان نخاطر الان. والله لا اتاكد، والله العظيم لا اتاكد، والله لا اتاكد. لا 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 اخوي 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 اخوي. طيب اسس اسس اسس، قرب بشويش قرب بشويش قرب بشويش عشان ما يشوفون الموج حقك. فنجال انتبه، فنجال انتبه، لا تخرب كل شيء ترى. ايه تكفى بسرعه. والله العظيم اني صاد، قسما بالله شوف فرقة غوص، والله اسطوانة الاكسجين بظهره. والله كم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة فوق العشرة يا عيال، والله العظيم فوق العشرة. في سيارة سيارتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 يا عيال، في سوات وإسعاف وفرقة غوص. الله كلهم عيال، الحكومة كلهم هنا. نسلم نفسنا يا عيال. لا والله تخسيت عقب، والله ما سلم نفسي. يا ود ايش فيك انت يا امستردام يا عيال؟ شو الوضع؟ ما يمدينا، ما الوضع صاير، ما يمدينا نطلع، ما يمدينا نطلع في ال. ارجع 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 انسحب انسحب. اذا الرجال ما املنا غواصه وكل شيء فيها، انا امنت غواصه حق اسبوع، امنت غواصه حق اسبوع. انكم قايل لي عنزي، قايل لكم يوم ما سمعنا ذاك اليوم حق اسبوع، ما انا ما ابغى، ما اتحمل اقول زياده تحت البحر. شو الوضع طيب يا عيال؟ بنخمر تحت البحر يعني؟ نخمد؟ نخمر. شاكم شاكم عند اليخت طيب؟ اليخت طيب؟ طيب اليخت طيب؟ يعني وش نسبة في اليخت؟ طيب هو تخيل فكروا يجون يبحثون عننا في اليخت. عني هو المكان اللي بيشوف فيه هو. أقرب مكان لهم. إيه. طيب سياراتك ما بقى شيء على الموقع، ها؟ إيش رأيكم؟ ما بقى شيء على الموقع. حساب يا. ننتظر. مستردام ما مدين غامر، ما مدين غامر. والله ما مدين غامر. من يفكر لو مسكونا كلنا، ها؟ احنا واحد ويلا يلا يلا طلعنا لي هو فنجان. يا الله شو الوضع طيب يا عيال؟ شو الدبره؟ والله ننتظر طف النور. انا اقترح، انا اقترح اقترح ان بابلو يروح يشوف من بعيد ويرجع يشوف السيارات، هل المكان مأمن ولا لا، يروح شوي ويرجع لنا. يعني ما تاخذ كلمتي صح؟ اقول لك في فوق 20 ألف سياره. مو عن كلمتك، انا اقول لك يروح يشوف السيارات اللي هو قال مأمنها بابلو. امستردام ترى مو هاي عساكر في طالعين عندك بس قدامك، ترى ترى ما انت في دوريات، في دوريات بحث عندك يا فنجان بندلة شفتها؟ كان في فرقه غوص بعد يعني، في غواصين قاعدين يمشون في الان، في 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 في, في دوريات بحث. اي في وفي سوات بعد، عشان في بحث في قناصه حول المنطقه. صدقني ما مديني اطلع. اجل شوركم هدايه الله، نجلس خلاص. والله ما ننتظر الاخوان، يلا شو نسوي؟ انزل ابعد ابعد عن الموقع، ابعد عن الموقع، ابعد عن الموقع، ابعد عن اول خط اللي اخترك عندنا علاقه. لا تبعدون كثير عشان الراديو، لا تبعدون كثير عشان الراديو. ما عندي قبل قطه بعد. طب انت من الصخور، والله العظيم نام جلده غواصتي. عيالكم لنا عيال، ترى قطنا يرحم والديكم. بابلو ملابس اللي جايبها مي على قدي يا اخي، تراني دب انا. خش تراني ملابس كنت اشتراها لي. توقع هنا البحث عنه، والله بطلع انا بطلع عيال. خلاص اذا اذا حل... شيكنا على الوضع، شيكنا على الوضع. لحظه لحظه والله قطنا، والله قطنت انا. واحد ياخذ واحد يشيك يا عيال، واحد يشيك بالله. لحظه هذا هذا اللي اخذ، هذا اللي اخذ، هذا اللي اخذ. دقيقه دقيقه بحث لنا ريحه يا شيخ. خلو خلو والله لحد الحين موجودين يا عيال. لا اله الا الله. بابلو ما عندك مكان ثاني؟ تعال تعال متجرمين، تعال ابعد عننا، تعال هم مسك عينينا. نروح من الجهه اليمين، خلنا نروح الجهه، خلنا نروح من الجهه اليمين نشوف. امشي امشي يلا يلا انا معك معك. اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق، صخور صخور اطلع فوق. معكم معكم انا معكم. تبو 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 الله ياخذ الصخور ذي. الغواصة ذي اللي ما حدها 30 شايف في هذا هذا ما سامع عن غواصة فراري مثلا؟ كل الغواصات كذا. بنت 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 بنت
يا بيشوفونا يا لا 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 رجع 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 خلف وسط نص البحر خلنا ننزل خش خش من نفق خش 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 من نفق خش من نفق هذا اللي صار والله اني ما اش يلا 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 روح 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 علق علق انزل 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 كبنا 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 يا اخوان كبنا سر 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 قربنا 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 لا اله الا الله يا الله اركض يا الله اركض اللبس مره ثقيل بسرعه بسرعه يا عيال توقعوا من جد يعني ما راح يشوفوا الغواصات خلي يشوفونا عم بنحاج حنا قسم بالله مو معقول كذا نحط الغواصات كان طلعنا كان حاطين الغواصات تحت في البحر وطلعنا يا شيخ سبحنا فوق شو فيكم يا عيال؟ ضد بابلو آخر شيء ما أدري إيش صار. إن شاء الله ما قفطونا إن شاء الله ما قفطونا. وين الموتر؟ وين سيارة؟ قفت فيه. سيارات وين؟ موجودة موجودة تعال حقون حقون حقون. يلا وراك. الفنجان ورانا يلا. يا ناس. والله العظيم متأكد انهم شافوا غواصاتنا مستحيل طلعتنا طلعة غبية كذا مرة يعني نزل لبسك مدري 300 كيلو تركض انت وين مضايقني مرة مضايقني هذه 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 وين كفو فنجان خذ الرشاش وانزل سوق يلا بسرعة ييه بسرعة اربط الاحزمة اربط الاحزمة رابط الاحزمة يلا رشاش فنجان يلا روح تعرف تأيم ولا لا يا فنجان تكفى ما عليك عليك الايم عندي ما عليك بس يا رب ما يلحقونا بس يا رب عطى عزم عطى عزم انزي ترى اتوقع انه ملاحظ السيارة بسرعة عطى عزم لحقنا بكل مكان انت ها اقول لك لحقنا بكل مكان شلي لحق بكل مكان يا حبيبي بسبتك انت ماتوا اهلي كلهم كيف بسبت انا ايش سويت انت جبت الذيب الرابع هنا مو انا اللي جبته هو اخوه اخو بابلو مو اخوي انت اللي جبته هو جاء هنا علشانك انت وسوى حرب بسبب لا تتحرك ووقف مكانك مين انت لا تتحرك وانزل واستسلم فنجان اكثر منه فنجان اكثر منه ترى انزل نقاوم عيال نقاوم هذا عرف نصيحه انزل عرف صوته ذا عيال تعرفه انزل نصيحه قسم بالله العظيم اني اعرف الصوت والله العظيم طيب انزل ولا تقاوم عيال اعطوني الشارع عيال نقاوم ولا ايش السالفه عيال ترى ما اكثر منه اكثر منه يا ابوي كثره تغلب الشجاعه نزلنا بس الحين ما حطلعك ما حطلعك من السجن الا انا طيب وجاي تهايط ما يمكن انك طلعتني من السجن لكن انك طلعتني من السجن ما يغفر لك على الاشياء اللي سويتها من قبل كم مره قلت لك الاشياء اللي سويتها مو بانا يعني انت اللي جبت الذيب الرابع ما جبت الذيب الرابع مو انا اللي جبت الذيب الرابع تبي مين جبت الذيب الرابع اخو الذيب الرابع هذا هو قدامك الان هذا هو ها طالع هذا هو اخو الذيب الرابع والله صراحه انا اشوف انك انت تسبب فيها وش فنجال صرت ترمي بلاويك علينا لا 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 عشان اعلمه ان الله حق الذيب الرابع ما نعرفه الذيب الرابع ما نعرفه مثل ما هو عدو لكم عدو لنا بعد ما ادري اللي خلاك والله توصل مشاكلنا مشاكلنا اخويا شو اسمك اخوي هو اللي قاتل اهلنا شو اسمه هذا شو اسمه فنجال شو اسمه هذا اسمه تميس كان يا اخ تميس الله يرحم والديك ترى ابدا مو وقتك ابدا مو وقتك متقروشين اذا في شيء خاص بينك وبين فنجال سوى بعدين الحين مو وقتك ترى ترى انا مطاردين هذا وقتي وهذا اللي بخليه الوقت اللي يندم فيه الدوريات بجنبنا هنا قسما بالله ما بيصير لا دوريات ولا شيء هنا انا بخلص تعال هذا انهبل هذا جت الحريه بيده يبي يرجع للسجن هذا من ضمن اللي هربوا من السجن ذاك اليوم اي هذا كان جنبي بالزنزانه يا شيخ انت تقول الحمد لله يا شيخ اسمع طيب. اسمع اسمع احنا ما راح نسوي اي عداوه بينكم تمام اللي صار هنا كل واحد منا راح ينسى نركب سيارتنا وبنحرك وانت في السياره زي كذا الواحد ينسى ويروح ترى انا ما احنا قلنا شر بس يعني تقعد حد فنجاب انت يا حبيبي ها يا حبيبي الشخص اللي قتل اهلي قدام عيوني وانا معي رشاش بجنبي ما تبيني اكثر
والشخص اللي قتل اخوياي واحبائي مو هو موجود، وش تبيني اسوي انا بعد؟ والله هو جاء علشانك، فانا بقتله متسبب، فما ليش والله. اخوي ما شو اللي تبي يعني؟ هو جاء علشانك انت. وقف اخوي، هو جاء. ترك تحدى الفنجان من دله. ها اسمعني، ترك لو تحت الفنجان، ترى لو تحت الفنجان انا قلت لك انك راح تندم. تراك اذا قتلت فنجال بيطلع 50 فنجال في المدينه. كبر 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 قلنا له الشرطه بيشوفون. رشوا فنجال، رشوا رشوا وعد قدام يا تميس. والله رشوا 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 رش 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 قدام 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 في وعد. رش حرك حرك منسق عرسي عرسي عمل لي صافي عرسي. حدد لي حدد لي حدد لي بالجبس. عرسي عمل لي صافي بسرعه. تعال وين الرشده اللي قاعد تجينا؟ ما ادري طياره فوق، ما ادري متى تتابع، ما ادري الظاهر اكتشفوا اكتشفوا الغواصات او شيء. وش حرك 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 بسرعه بسرعه امشي امشي امشي. شفته 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 اطرق ورا في ناس اطرق يا عيال قسما بالله ضباب ما اقدر اشوف شيء. والله امسك الخط امسك الخط عندي عرزي عرزي انت خمس قاعده. كفايه العنزي. ايوه كفو صح 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 صح. هذا واحد منهم. خلي احد لا تخلي. هذا واحد منهم فنجان. اي واحد شباب الخط اطرق عليه يا عيال. يا عيال يا عيال طياره وراي طياره وراي بس والله ضباب ما اشوف. حاول 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 تضرب الجناح حقه او المروحه اي شيء يا عيل. استغفر الله العظيم. ها ها ورانا 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 هذا شبي هذا الشبي. اقطع بليسه الله يقطع بليسه. اطلق فنجان. حلو حلو كفو يا عيل. هذا مجنون وقسم بالحريه. انجلد من الشرط. كفو كفو يا نزي. ايه قاعده قاعده نزي قاعده والله. هذا مو مجنون يبيها حرب ثلاث اطراف. هذا غبي ما يشوف الشرطه ورانا قاعد يلاحق. تكفى اجلده. الكفرات الكفرات فنجال الكفرات خليه يروح. قسما بالله مجنون رسمي. يا اخوان ساعدوه اطلقوا معه ساعدوه. ما معي الا بس طلقه 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 قد خمس ثواني بسرعه. اه عندي انا بس عندي رسول ما يمديني. مو معقول. طريق خطر طريق وعر الطريق مره وعر يا عيال. الحين ورانا هذا الحين تميس ورانا. وش ذا سبع ارواح. اطلق عليه فنجان لا توقف. والله ما اشوفه يا مستدام. والله ما اشوف الدنيا ضباب. ايش فيك انت فنجان طالع قدام ليش؟ اطلق ورا ما في شيء. ما احد وراي حاليا. ما اشوف والله ما في شيء. ضباب الدنيا ضباب. حتى هم ما يقدرون يشوفوني. اطلق 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 اطلق. اشوف جو 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 هذه انوار. انا قاعد اشوف انوار. لا اله الا الله لا اله الا الله. لا توقف لا توقف. امشي 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 عنزي. امشي قدام امشي قدامنا. لا رش 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 قدامنا. لا اله الا الله. والله دع الوالدين مخضينا من هنا. امشي 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 يا عيال. احنا الحين حكومه ولا هذا؟ عرسي عرسي اي مخرج اي شيء يا اخوي بسرعه. اخوي كل الطريق وعر طريق وعر طريق وعر تمسكوا. طاروا 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 طاروا. كفو انزل تحت من هنا مخرج. انزل من هنا مخرج. في مخرج تحت. روح روح روح. انزل 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 تخبى تكفى. الهليكوبتر الهليكوبتر على يسارنا كانت. طفي اللمبات طفي اللمبات عرسي. ايش خشي طفي اللمبات طفي النوار. حلو اقطع 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 المويه اقطع المويه اقطع المويه يسار اقطع المويه يسار. تمسكوا يا عيال تمسكوا. بسم الله مسكين المويه عز. ادخل ادخل بالغابه هذه ادخل. يا عيال مو معقول. هذا الحريه جت بيده ولسه يبيني. ولا ناشب ورا الشرط ورا كل الدنيا ناشب. هذا هذا ما بخسران شيء. هذا هذا بعير. هذا ما ينسى ذا. اكتشفنا ان ذا بعير يبي يقتل الفنجان. احنا نتفاهم معه يا عيال. الحين الحين احنا نتفاهم مع الحكومه ونتفاهم مع ذا. مو معقول حرب من ثلاث على كلامه. خلها تولع مره ثانيه. تبغى هيك تبغى كذا المدينه. خل نولعها مره ثانيه يا عيال. اذا 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 حرفين اذا انولعت بتصير بتصير حرب من ثلاث اطراف. مو معقوله مستردام. اذا هذا اللي يبونه فنحن لها. يا عيال مو معقوله قاعد. مو معقوله مو معقوله. وصلنا مدينه ثلاثه. وصلنا مدينه ثلاثه يا عيال. بابلو شو الخطه بابلو؟ والله امشي 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 امشي. مضيت من الهليكوبتر وطلقاتها يا ساتر. طيب الهليكوبتر من وين فجاه اللي جت ضربتنا انا وياه؟ من بعد النفق طلعت بوجهنا.
يا عيال الهليكوبتر من البداية فجرتنا، مستحيل من طرفه. صدقوني انها من طرف الشرطة والحكومة. اكيد جاية تشيلنا كلنا الهليكوبتر هذه. يعني الوضع حرب من ثلاث اطراف يعني؟ حرفيا الحين هذا يبينا والحكومة تبينا، اثنين علينا. شوف الدنيا مظلمة. هذا اي مدينة؟ مدينة الثالثة؟ حرفيا الدنيا ظلمة ظلمة ظلمة. والله لازم نسبن لازم نسبن في بيت يا عنزي. حدد البيت. ما انا ما راح اوقف انا وذولا ورانا. ما راح اوقف. ما في راسي بيت الا البيت ذاك المعروف. اعطيك. مشكلة حاليا حضر المشكلة. دز عنزي مشكلة حاليا حضر تجول، واي سيارة بيشوفونها خلاص يعني واضحين احنا مرة. امشي. حددت هذا اللي حددت التحديد ذا؟ ثاني. هنا هوني هذه هي شوفها. يلا بسرعة عشان كذا الدنيا ظلمة حضر تجول. الدنيا ظلمة حضر تجول يعني اي سيارة خلاص احنا واضحين 100% اقمار صناعية وكل شيء. لحظة هذا راح يفيدنا. واي سيارة راح نقابلها ندري انها شرطة راح نرشها. طيب لحظة مقرك بمر على التفتيش ولا لا؟ هلا عشان كذا لازم ناخذ طريق الايمن مع طريق ترابي بسرعة. اي والله صحيح مع طريق ترابي. امشي انزي عارف. امشي من يمين انزي. امشي من اليمين انزي. رجال هلا نسيت المدينة. والله العظيم اني نسيتها. والله عادي سيارتنا قريب تروح في هذا. والله ما توقعت يصير زي كذا يا عيال. توقعت ان خلاص نهربكم ونهرب طول حياتنا، بس هذا من طلعنا يا عيال. هذا اللي ما حسبنا حسابه. امشي. والله العظيم ان هذا اللي ما حسبنا حسابه صدق. عميد ظهرني ما ادري ليش كل يعني اوكي انا اعرف ان الذيب الرابع يبيني، بس كل اللي قاعد يقول اني انا اللي ذبحتهم. الله ياخذ اخوك كلامين يا عمي. ترى مقرك نص المدينه بس حركه حلوه كويس قرب يمشر تامن. لا يب وين المقر؟ تبون انت بس خش خش طلع لنا قدام على اليسار. هنا هذا اللي صار. وقف ولا خش من اليسار. لازم شو الموقف؟ شو المقر؟ خلك يا رجال خلك. ما موجوده قبل. خلاص يا اخوي انا لو ترضى بمكان في ايران. شو المقر اللي في نص الدنيا؟ الله تفكير جميل هذا. منشر تامن. امشي يب امشي. خبر كنا نبغى نسرق البنك المركزي وين كان مقرنا جنب مقر الشرطة. يا اخي اقسم بالله عالم مقر مشبوه فيه. ما عليك لا مو مشبوه ولا شيء. امشي ارجع بس بيت. ارضى بعيد شيء يا فنجان. ما عندنا شيء. ارضى عشان يقفل. ابعدوا عندي قفل تمام بس قفل. حبيبي لا احد يدخل انا بتروش اول واحد. ها يا اخوي انا برتاح. المقر اغير ملابسك يعني زين. يا الله انا بشيل الكاب. انت بتشيل الشجر حقك زرعك هنا يا بابلو. كله داخل يا اخوي. يا ولد يا جعان يا عطشان جعان. ماشي في مقابل الحق مثلا. يا ولد شو القذارة يا ولد. احنا مطلوبين لو تسكن عند الفيران الحين. معك فلوس الدنيا وجايبنا في التبن. وين فلوس الدنيا؟ اي فلوس الدنيا وانا مديون البلاك ماركت. اي فلوس الدنيا وانا مديون البلاك ماركت عشانك. فلوس ارضى بس هذا ما يدري كم تعبنا عليه. والله المويه مقطوعه يا اخوان. حد شوف لك ها المويه مقطوعه. شوف خذ لك روح جيب مويه. البقاله بجنبنا يعني تبي نقعد اكثر بعد. غير ملابسك انت بعد. روح اطلع غير لبسك. انا لبسي مشبوه. انا لو طلعت كبتكم كانكم ما تدرون. مصفح حقكم درعه وانا ما ادري. يا عمي انا انسجنت وطلعت ريحتي وخست. ابي اروح البقاله. الحظر تجول كل شيء مقفل والبقاله تكون فاتحه. احلى ما في هذا المقر تدري وشو؟ البقاله خطوتين. احنا ترى تعبانين مره تعبانين من اللي صار. هذه قدامك. وينها؟ هو من طلع الشارع اليمين. اي والله شوف هذه هي. طيب انا الا والله انا معي فلوس اول ما جيت المدينه. طيب احد يبي شيء من البقاله؟ بشر لنا. طيب اسمعوا اسمع قبل ما اطلع احد ياخذ الكنب ويغطي الدريشه هنا ترى من برا يقدرون يشوفونا. انا بروح اجيب شيء من البقاله وبجي.
ايش البهذا اللي مشينا تحت مشينا الجزر يا هذا يفكر ان 3 ايام 4 ايام شغالين احنا عليه كذا شيل الكنب ويلا امش. السلام عليكم. وش من هالحليب من هالايس كريم حط من هالزبادي دجاج ايس كريم بعد تونه ناخذ شوي من الفاكهه. السلام عليكم. عطني اخيس جوال عندك وارخص شريحه عندك. تفضل. هذا ارخص نوعيه وارخص شريحه. كم رقم الشريحه؟ 5 2 1 7 7 0 2 1 2 3 3. خلاص تمام. كم الحساب؟ 133 ريال. 133 جاك؟ نعم جاني. خلاص الله يعطيك الف عافية. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا. ها؟ بص ولا كلمة ولا كلمة. بص خليك ساكت خليك ساكت خليك ساكت خليك ساكت. ارفع يدك ارفع يدك. من انت؟ ما يحتاج تعرف مين انا، لكن اعرف شيء واحد، ترى ممكن تنغدر في اي لحظة من القريب. اي قريب؟ اي لحظة من اقرب شخص لك ممكن يغدر فيك. هذه كلمتي لك بس. تعال. كيفرت من ذا؟ أنخدر من أقرب واحد لي؟ يو ذا أنا في حلم ولا في حقيقة؟ ها؟ لا 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 شكله حلم. شفته يا إبراهيم؟ والله يا اخي والله يا شنسي والله ذكرتني. والله بصراحه زين انك ذكرتني عشان اضحك. هذا النزح الحين جاي يظن يغير ملابسه يمكن. لا الحين ما خلص. ادري ملابس هو شفته كيس طحين لابس هو 20 كيلو شفت الملابس حقت حكونا ملابس حمدكم بعد الله تضحكون. هلا والله عنزي. هلا حبيبي هلا حبيبي. ما حد بوجه الطلق وكل شيء الا انا، ما حد بوجه النار الا انا. تضحكون. استقوا استقوا بكيس طحين. اضحك اضحك ها خلوا واحد يصير درع معكم. اضحك اخبي حسنيان فيني. ما ادري ايش صاير والله. خلاص فوق الريحه فلت بابلو. خذ لك المويه للحين مقطوعه يا عنزي. والله للحين مقطوعه لو بدلت عاد باقي تفهمه. تسلى تسلى العب بالياردة لما ترجع المويه. اي والله حرمكم يا عيال. دقايق انا بس بريح. اضراعتك اضراعتك هذا بدل ما لبس كانت رقطنا انها في ريحه شم. الو الو اسمع، اذا انت مصدق بالكامل اللي قلت لك شوف الرساله اللي بتجيك الان. طب اسمع من انت؟ ما يحتاج تعرف منها. شوف الرساله اللي بتجيك. الو الو مستحيل مستحيل العيال يسوون فيني كذا. لا والله مستحيل.